من المقرر أن يزور الخرطوم اليوم وفد من مجلس الأمن والسلم الإفريقي لبحث ما وصف بتحديات الانتقال ومسار عملية السلام بالبلاد. ويأتي ذلك غدا مطالبة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تعزيز مسيرة السلام في السودان ضمن مواقف أطلقها خلال لقائه مبعوثين للبلدين في الخرطوم. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. شيبة، بعد التحية ضعنا بجدول لقاءات الوفد الإفريقي الذي يصل اليوم العاصمة السودانية. نعم، الوفد الإفريقي سيذهب إلى دارفور ويستطلع أحوال المواطنين في المعسكرات في ولاية شمال دارفور على وجه التحديد، حيث كانت هذه المعسكرات تضم الكثير من النازحين الذين نزحوا بسبب الحرب في الإقليم خلال سنوات ماضية. الوفد الإفريقي يريد أن يتعرف على الآليات التي تقوم بها الحكومة السودانية الآن ضمن برنامج حماية المدنيين، ويريد كذلك أن يدعم التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان من خلال هذه الزيارات، والتأكيد على أن أزمة دارفور أصبحت شيئا من الماضي ولا يجب أن تستمر في السودان، لأنها قد تقوض المساعي القائمة الآن لإعادة السودان إلى واقعه أو وضعه الذي كان قبل اندلاع الأزمة، وبالتالي عمل إصلاحات اقتصادية وعمل إصلاحات في البنية التحتية وإنشاء مشاريع تنموية تضمن لهؤلاء النازحين العودة إلى مناطقهم الأصلية إذا رغبوا في ذلك. هناك مجهودات أيضا تقوم بها السلطات بالتنسيق مع قوات يوناميد التي تواصل الانسحاب من السودان وتسليم مواقعها لمنظومات العمل المدني في السودان للاستفادة من هذه المواقع لتدريب النازحين وتأهيلهم حرفيا ولتمليكهم الصنع التي ربما تسهم في لقمة عيشهم بعد الخروج من هذه المعسكرات. لابد من الإشارة أيضا إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب توقيع إعلان مبادئ ما بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال لإعلان المبادئ في جوبا، والذي يؤسس الآن لحوار ربما يقود إلى أو يرجى أن يقود هذا الحوار إلى مفاوضات تنتهي بالتصالح والمشاركة في السلطة وإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي عاشتها هذه المناطق في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق. نعم شيبة، الوفد الإفريقي يصل غدا زيارة قام بها مبعوثان أمريكي وأوروبي إلى الخرطوم، التقوا بالقيادات السودانية. اللقاء مع الجانب الأمريكي ظل بعيدا عن الأضواء، تناول أزمة سد النهضة مع أثيوبيا ومصر. الوفدان وصلا بعد محادثات أجرياها بالقاهرة، القاهرة التي طلبت تدويل الوساطة الإفريقية حول أزمة سد النهضة. هل من جديد توصل إليه الجانبان حول هذا الصراع بين الدول الثلاث؟ نعم، من الواضح أن زيارة دونالد بوث التي قام بها إلى أديس أبابا والقاهرة والآن وفي الخرطوم تسعى للاستماع لوجهات النظر من قبل الدول الثلاث، إضافة إلى بحث إمكانية العودة إلى طاولة التفاوض والبدء في الحوار مجددا مع وضع تحفظات الأطراف الثلاثة على ما يدور الآن وما وصل إليه الملف في الحسبان، باعتبار أن إثيوبيا تريد أن تمضي في الملء الأول وترى أن هذه الخطوة استراتيجية بالنسبة لها ولا تريد أن تفرط في هذا الموسم القادم موسم الفيضان أو الأمطار الغزيرة، وتريد أن تقوم بملء الخزانة. السودان يتخوف من أن يؤثر هذا على منشآته المائية وعلى 20 مليون مواطن كما يقول وزير الري، ربما يتضررون جراء الملء الثاني سد النهضة في حال لم يكن هناك تنسيق ما بين الجانبين. مصر تخشى على أمنها المائي على المديين القريب والبعيد أيضا، لذلك هناك تقاطعات في وجهات النظر وتحفظات من الدول الثلاث على هذه الخطوة، لذلك هذا ربما يجعل المهمة الأمريكية الآن أقرب إلى
أن تكون محاولة إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار مرة أخرى، والسودان يصر على موقفه بأن تكون هنالك وساطة رباعية من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأفريقي الذي قاد المفاوضات في الفترة الماضية ووجهت بالتعثر أكثر من مرة. مصر توافق أيضا على مقترح السودان، ولكن إثيوبيا بتتحفظ وتقول أن الاتحاد الأفريقي ما زال لديه الوقت ليلعب دورا في هذا الملف، ولكن بالمقابل مورد الوقت يتناقص من السودان. ومصر وإثيوبيا تمضي بعد أقل من 3 أشهر نحو الملأ الثاني دون الوصول لاتفاق، وهي تعلن ذلك صراحة وتقول إنها ستمضي في الملأ الثاني حتى ولو لم تصل إلى اتفاق ملزم مع الطرفين الآخرين الخرطوم والقاهرة. نعم، شكرا جزيلا لك شيبة الحماد عبد الرحمن مراسلنا من العاصمة السودانية الخرطوم. شكرا شيبة.